close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. مرحبا بكم متتبعي الكرام في فيديو جديد. كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم غريبه كتجي هائله الصراحه، مذاقا وشكلا. واحد الغريبه اللي صراحه اللي جربها غادي تولي عنده من الغريبات المعتمده. مذاق ديال، غادي نبارطاجي معكم بعض الافكار ديالي اللي كان عاده اللي كنديرها باش انني نبدل ولا نغير مكون من المكونات ديال اي وصفه عندي، بحيث انها تلائم الطوق ديال الواحد اللي غادي يتناولها. بالنسبه لهاد لهاد الغريبه، راه ما درتش فيها سكر كلاصي من الفوق، داكشي اللي كيبان لكم بيض. والله ما درت فيها سكر كلاصي صراحه، راه ما كاين فيها سكر كلاصي. تابعوا لا فيديو ان شاء الله، وغادي نوريكم كاع المكونات اللي درت فيها والطريقه باش خدمتها، زياده على انها صراحه كتفرقع قبل ما تدخل الفران كما غتشوفوا في لا فيديو. تابعوا، ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو ديروا لينا جيم وتبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء والاهل ديالكم، باش هكذا الدائره ديال المتابعين ديال القناه يزيد يكبر وتزيد تعرف بين في الوسط اللي الناس اللي كيهتموا بالطبخ والحلويات، اللي غادي ان شاء الله نبارطاجي معكم دائما الجديد والافكار اللي كتكون قابله باش الواحد انه يدخلها في المطبخ او في الوصفات ديالو. اذا على بركه الله غادي نمروا المقادير والطريقه. اذا على بركه الله غادي نحتاجوا 125 غرام ديال الزبده، زبده من اصل حيواني. اللي بغى يستعمل زبده ديال البواطه او الزبده النباتيه فله ذلك، نفس النتيجه، نفس غادي يحصل على نفس النتيجه في الغريبه. المذاق غادي يكون مختلف شويه. غادي ندير شويه ديال الملحه. الزبده كتكون في درجه حراره المطبخ. غادي ندير نصف كاس ديال السكر سنيده، ما يعادل 90 حتى 100 غرام. غادي نخلي لكم المقادير تحت الفيديو بالغرام. نص كاس عنبه ديال سكر سنيده، غادي نضيف نصف كاس ديال زيت النباتيه، غنضيف راس معلقه ديال الفاني او ساشي ديال الفاني، غنضيف 60 غرام ديال الزنجلان، 60 غرام 40 غرام ديال الزنجلان مطحون محمر ومطحون، و 20 غرام ديال الزنجلان محمر باقي ما مطحونش. وغادي ندير 60 غرام ديال كاوكاو اللي حمرته بالقشره ديالو وطحنته مزيان. ممكن تستعملوا اللوز بلاست كاوكاو، صراحه كتجي بنينه بالمكونين سواء درنا الكاوكاو او اللوز. غادي نخلط هاد المقادير ديالي كلها مزيان باش العناصر تدخل بعضياتها. من بعد غادي نضيف الدقيق، غادي دخلت ليا 300 غرام ديال الدقيق كامله. غندير ساشي ونص ديال الخميره الكيماويه، ساشي ونص 7 غرام مع 3 غرام اونص، يعني 10 غرام اونص ديال الخميره. وغادي نجمع بالدقيق، في هذا الوقت هذا اللي كنجمع فيه اللي كنكون كنعجن فيه الغريبه ديالي، غادي نحل الفران ديالي، غادي نشعلو من الفوق ومن التحت باش يسخن عندي مزيان، باش ملي ندير الغريبه ديالي تفرقع بالسخونيه اللي غتكون في الفران.
من الاحسن زبده ديال المارغرين ما نستعملوهاش في هذه الوصفه. صافي ملي تكون العجينه ما كتلصقش لينا مازال في يدينا، راه نعرفوا بان راه بارك عليها في الدقيق. كما قلت لكم دخلت ليا 30، دخلت ليا 300 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للمكون اللي درتو بلا سكر كلاصي هو النشا، الصراحه راه نفس الدور ديال السكر كلاص، سكر كلاصي عفوا، درتو النشا وعطاني النتيجه المرضيه. درت 30 غرام ديال النشا اللي دخلت لي هاد العجينة كلها، دخلت لي 30 غرام ديال النشا، بودرة النشا. كندير غريبات من فئة 18 غرام، وكنديرهم كنلوحهم في النشا وكنكورهم شوية، كنضغط عليهم وكنحطهم في اللاطة ديال الفران. كما كتشوفوا راه النشا ديالنا راه كيلصق على الغريبة. من بعد غنجيب لوز او كاوكاو اللي متوفر عندكم وكنديرو فوق الغريبه، وكما كتشوفوا راها كتشقق قبل ما تدخل الفران. كما قلت لكم في العنوان، الصراحه راه كتبدا تشقق قبل ما تدخل الفران. ملي كتدخل الفران راه كتكمل دوك التشققات ومازال كتشقق من فوق في جميع الجوانب. غادي نكمل انا الكويرات عندي. كما قلت لكم من فئة 18 غرام، هاد العجينة خرجت لي 41 حبة ديال الغريبة، 41 حبة ديال الغريبة من فئة 18 غرام. صراحة غريبة غادي نستمر بهذا الشكل، هذا كندير اللوزة ديالي فوق الغريبة. كما قلت لكم ممكن ديروا كاوكاو او اقتراحات اخرين كما غادي نبارطاجي معاكم. في اللاطه الثانيه انا درت افكار وحدين اخرين، ممكن الا كان عندكم الشوكولات، هاد النوع ديال الشوكولا راه حتى هو كديروه بلاصه اللوز او بلاصه الكاوكاو، كنديروه كنضغطوا عليه وكيلصق لينا في الغريبه، او نديرو الرقائق ديال اللوز. هذا في حاله درنا الغريبه درنا فيها اللوز راه غادي تجي زوينه بهذه الفكره ديال الرقائق ديال اللوز. كنهز الرقائق ديالي كما كتشوفوا، كنضغط عليهم من الفوق باش يتخشاو ليا، باش يتخشاو ليا في الغريبه. ان فوا دخلوا يتخشاو في الغريبه راه كتشقق بوحدها كما كتشوفوا. كنهزو شي 4 د الحبات، جوج جوج ولا 5 د الحبات، وكان نضغط عليهم فوق الغريبه وكندخل الغريبه ديالي الفران حتى تشقق وتحمر من الفوق ومن التحت، ونقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، صيبوها لوليداتكم في المائده ديال العيد المولد النبوي الشريف. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي، وتفرحوا بها وليداتكم. وما تنساوش هذه الفكره الى عجبتكم ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو هاد لا فيديو على اعلى نطاق ان شاء الله الى افكار اخرى وحلويات اخرى. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the
shadow turns to sun rays and I...